شاطئ القحمة من أجمل شواطئ البحار سحرا، إذ أصبح أحد أجمل ما يمكن أن نراه على ساحل منطقة عسير، حيث يتميز بمنظره الرائع الذي يشع حيوية وجمالا. وهنا يعيش العم إبراهيم، هو صياد ماهر لم تكسر سنارته السنين العابرة، قروي باذخ الجمال، مفعم بالود، عارف بتاريخ الساحل وقصصه وحكاياه. لا تأتي لهذه المدينة إلا ومن اللازم أن تعبر به وتحييه وتأخذ منه عنقود فرح وابتسامة أو عنقود سمك شهي لذيذ. وفي خطوة مختلفة ومغايرة لعشاق السواحل والشواطئ، يأخذ العم إبراهيم المتنزهين إلى جزيرة كودومبول، حيث أبناء القحمة في استقبالهم يرددون الأهازيج البحرية داخل هذه الجزيرة المتميزة بوجود الجبل الذي يحتل مساحة كبيرة منها، ويعتبر من الأماكن التي يقصدها البعض من هواة صيد الأسماك والتنزه على الرمال الذهبية الساحرة. محمد السريعي، أبها.